أهلا بكم إلى موجز الأخبار عبر منصات سودانية 24. تعهد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق والركن عبد الفتاح البرهان بتوفير احتياجات المستشفى العسكري الخاص بتقديم الخدمات للمرضى والمصابين وتوفير الرعاية الصحية الكاملة لهم. وتفقد البرهان أمس الجرحى والمرضى والمصابين في معركة الكرامة بالمستشفى العسكري بمدينة شندي وحي الضباط وجنود الفرقة الثالثة مشاة والمستنفرين الذين استجابوا لنداء الوطن. أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان توم بيريلو أنه شارك إفطار رمضان مع مجموعة من السودانيين المدافعين الذين يعتبر عملهم من أجل السلام والديمقراطية مصدر إلهام للعديد من الناس، وأضاف: يجب أن تسمع أصواتهم وأصوات كل الشعب السوداني. كشف جبريل إبراهيم وزير المالية السوداني عن وجود 11 شركة مسجلة بأسماء أفراد يتبعون لميليشيا الدعم السريع تمت مصادرتها بقرار سيادي لصالح حكومة السودان، وأقر في نفس الوقت أن المسألة معقدة ولا بد من الذهاب إلى القضاء. كشف الصحفي الإسلامي عبد الماجد عبد الحميد عن نقل الرئيس السوداني السابق المشير عمر البشير من مستشفى علياء بالسلاح الطبي بأم درمان إلى موقع آخر خارج العاصمة الخرطوم، وذلك بعد 10 أشهر قضاها مع ضباط وجنود القوات المسلحة الذين واجهوا قصفا مدفعيا مكثفا من ميليشيا التمرد حسب قوله. وقال في منشور بالفيسبوك إن نقل البشير جاء بعد نداء وجهته قيادات مجتمعية وسياسية وإعلامية إلى قيادة الجيش السوداني بضرورة معاملة البشير بصفته رئيسا أسبق لجمهورية السودان وقائدا أعلى للجيش. أخيرا، نفت حكومة ولاية غرب كردفان ما تردد عن وفاة أكثر من 60 طفلا حديثي الولادة أو دون سن 5 في مراكز الإيواء النازحين الفارين من الحرب في بابنوسة وغيرها من مراكز الإيواء بكل محليات الولاية. وقال صبري يوسف جبارة الأمين العام لحكومة الولاية إن الخبر عن وفاة الأطفال عار من الصحة تماما ولا توجد بلاغات بهذا الشأن. نهاية موجز الأخبار قدمناه لكم عبر منصات سودانية 24. تحياتي وفريق العمل، إلى اللقاء.